بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعظم الله اجوركم واجورنا بمصابنا بامير المؤمنين عليه السلام وبهذه الشهاده التي ثبت الاسلام والايمان بدمائه الطاهره ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لمشايعته في الدنيا وان يحشرنا معه في الاخره. هناك شبهه تطرح حول امير المؤمنين عليه السلام بانه بما ان هذا القران الكريم قد تعهد الله تعالى بحفظه وصونه من التحريف لماذا لم يذكر اسم علي عليه السلام صريحا ونصا في القرآن الكريم بما ان القرآن هو مصون ومحفوظ من من الله سبحانه وتعالى حيث يقول الله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. هذا السؤال الذي يطرح له اجوبه متعدده ان يكون هذا الحفظ للقرآن الكريم بصوره جبريه واعجازيه وبتدخل من الله سبحانه وتعالى مباشره فيمنع الناس بالجبر ويمسك بايديهم ويصرف قلوبهم عن تحريفه وهذا غير معقول ولا مقبول لان معناه قهر اراده الانسان والحيلوله بينه وبين ما يختاره هذا الانسان بارادته واسقاط هذا الاختيار وتلك الاراده غير قابله للتاثير وهذا ظلم للانسان. وهو يتنافى مع عدل الله مع عدل الله سبحانه وتعالى ويتنافى مع ربوبيته تعالى وهو القائل ولا يظلم ربك احدا وما ربك بظلام للعبيد فالظالم اذا لا يمكن ان يكون هو الله سبحانه وتعالى ولاجل ذلك فان الله سبحانه وتعالى حين حفظ نبيه حين الهجره من مكه الى المدينه لم يمارس اي نوع من انواع القهر والجبر لاراده المشركين الذين لاحقوا النبي وارادوا ان يعتقلوه ويقتلوه بل تصرف خارج دائره اختيارهم فانبت شجره على الكهف الذي اوله النبي وارسل العنكبوت فنسجت وجاءت الحمامه الوحشيه فكانت على باب الغار اما المشركون فاستمروا يمارسون كل ما يحلو لهم فلم يمسك الله تعالى بأرجلهم عن السير ولا منع أعينهم من الرؤية ولا ولا إلى ما هنالك فإذا حفظ الله تعالى نبيه بالأسباب الطبيعية ولم يمنع المشركين من ملاحقة النبي كذلك كذلك بالأسباب الطبيعية وباختيارهم كما أنه تعالى الله سبحانه وتعالى لم يمنع الطغاة من جمع الحطب ولا من وضع إبراهيم نبي الله على نبينا وآله عليه السلام في المنجنيق ولا من إشعال النار كذلك فأمر النار بأن تكون بردا وسلاما هذا المطلب الأول لا يمكن أن يتحقق بأن الله سبحانه وتعالى أن يجبر الخلق بمعنى من المنع من الاقتراب من القران الكريم وهكذا يحفظه فهذا الامر لا نقول به بان القران يحفظ بالجبر وبالاكراه بسلب الاراده لمن يريد ان يعاند القران او يحرفه المطلب الثاني وهو ان يكون هذا الحفظ بتوفير مقتضيات ووسائل معينه من دون ابطال اختيار الانسان ولا الحيلوله بينه وبين ما يريد ويختار فيشرع مثلا في عفوا فيشرع الله سبحانه وتعالى بقوانين وبأوامر وبإرشادات طبيعية كما أنبت الله الشجرة على باب الغار لحفظ النبي وكذلك الطير كذلك والعنكبوت كذلك الله ينشئ بعض القضايا التشريعية تحفظ فيها القرآن مثل الحث على حفظ القرآن والثواب العظيم على بعض الصور والآيات وجلسات القرآن وكذلك الجلسات التي نقوم بها وترديد بعض الايات عند النوم وعند الاستيقاظ وفي الصلاه واثناء ذهابنا الى السوق وعند اراده التعلم وعند التعليم بالنسبه الى الناس عند الشراء عند الزواج عند كل مساله نريد ان نقوم بها في عباداتنا ومعاملاتنا فنردد القران، هذه من الاساليب التي تحفظ القران الكريم وتزيد المعرفه الايمانيه الى غير ذلك من التشريعات. التي تجعل القرآن باستمرار هو محورا للتداول في كل حالات الإنسان وفي كل الأوقات فيحفظ هذا القرآن وهذا ما يريده الله سبحانه وتعالى عندما تتوفر الدواعي من خلال المداومه والممارسه الكثيره والدائمه في كل الأحوال للقرآن الكريم عندها الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا القرآن ولا يقدر أحد على تحريفه وعلى إزالته عن حقيقته وما يريده الله سبحانه وتعالى من كتابه العزيز. إذا فقد روي كذلك في كتاب الكافي عن ابي بصير رضوان الله عليه انه قال للإمام الصادق عليه السلام: إن الناس يقولون فما له لم يسمى عليا واهل بيته في كتاب الله عز وجل هذا الاشكال في عدم تسميه علي عليه السلام في القران جاء من زمن الامه عليهم السلام بل كذلك طالبوا في تسميه اهل البيت كذلك ليس فقط بحق علي عليه السلام فقال الامام الصادق عليه السلام في جواب ابي بصير قولوا لهم ان رسول الله صلى الله عليه واله نزلت عليه الصلاه هذه الصلاة المفروضة الصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء وغيره كذلك كذلك فنزلت عليه الصلاة ولم يسم الله له لهم ثلاثا او اربعا في القران الكريم لا يوجد الظهر اربع ركعات وفي كذلك الصبح كذلك لا يوجد عندنا أن صلوا ركعتين صلاة الصبح وفي المغرب كذلك لا يوجد عندنا صلوا ثلاث ركعات حتى كان رسول الله صلى الله عليه واله يقول الامام الصادق يكمل في الحديث يقول حتى كان رسول الله صلى الله عليه واله هو الذي فسر ذلك يعني الامام عليه السلام يريد ان يقول ان كما ان الصلاه التي هي عمود الدين لم يذكر الله تعالى تفاصيلها في عدد الركعات وفي كل تفصيلاتها كذلك قضية الولاية لعلي عليه السلام وكذلك اسم علي عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام كذلك لم يذكرهم الله تعالى رغم العناوين العامة التي جاءت والآيات القرآنية. "الذين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون" فقد تحدث الله تعالى في محكم كتابه عن ولي المؤمنين ومن هم وذكر مواصفات محددة بالنسبة إليهم فجاء النبي صلى الله عليه وآله المبين والشارح والمفصل لهذه الشريعة وللقرآن الكريم وبين من هم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا من هم الذين آمنوا هم علي عليه السلام وأهل بيته وذكر التفصيل في هذا الامر في عده ايات جاءت بحق امير المؤمنين، كذلك في القران عندما جاءت قضيه اله ايه البلاغ في يوم الغدير، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت، كذلك في ايات اخرى عندما بايع كذلك او بلغ النبي صلى الله عليه واله بالنسبه الى ولايه امير المؤمنين عليه السلام، وهكذا في كثير من الايات وفي كثير الكثير من الاحاديث عند جميع المسلمين في قضيه الولايه لامير المؤمنين عليه السلام. نعم فعدم ذكر علي عليه السلام في القران يدخل في سياق حفظ القران، لماذا؟ من ان تتحرك الدواعي والاهواء لمحاوله تحريفه فعلا. لان هذا الامر ذكر علي عليه السلام عندما يذكره الله صريحا ونصا في القران سيسعى اعداؤه الى حذفه وتحريف القران من اجله فان فان منعهم الله تعالى جبرا وقصرا كان ظلما كما قلنا في قضيه عندما ذهب النبي الى الغار وهاجر من مكه الى المدينه لم يوقف الله تعالى ارجل المشركين ولم يجمد اجسادهم بل جعل القضيه باختيار المشركين والله اجر الاسباب الطبيعيه وهكذا الله سبحانه وتعالى جعل ولايه علي فرضا بعد النبي صلى الله عليه واله ولكن حفظ القران وكذلك بالاسباب الطبيعيه ومن اسبابها عدم ذكر اسم علي في القران عليه السلام لكي لا يحرف ولكي لا يسعى اعداء القران والاسلام إلى محو ذكر الله سبحانه وتعالى وآخر رسالات السماء إلى الخلق أجمعين فإن, فإن منعهم الله جبرا وقصرا كان ظالما لهم وهو ينافي عدله وألوهيته كما قلنا وإن تركهم ومكنهم من تحريفه كذلك للظالمين فهو خلاف ما وعد به من حفظ القرآن حيث يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون كما أنه سيكون ذلك مصيبة عظمى لأنه سيسقط القرآن عندها عن الاعتبار وإن لم يمكنهم ذلك بسبب ظهور أسباب عادية وطبيعية فسيكونون أمام ثلاث خيارات الأول أن يؤمنوا بالقرآن وبولاية علي عليه السلام وذلك مما لا يحصل لأن حقد أعداء الله وحسدهم واستكبارهم يمنعهم من الإيمان بالقرآن وبعلي عليه السلام كما يريد الله سبحانه وتعالى الثاني الاحتمال الثاني أن يكفروا ويخرجوا من الإسلام عندما يذكر الله سبحانه وتعالى علي عليه السلام عليا ثم أن يكون له أعداء وسببا في إضلال الناس وفي خلق المتاعب والمصاعب ولا شك في ان نتائج ذلك خطيره جدا على مستقبل هذا الدين ولا يريد الله سبحانه وتعالى ان يعرض دين دينه لمثل هذا الخطر العظيم الثالث ان يثير الشبهات حول القران بدعوى تحريفه بالزياده فيه كما حصل في كثير من الاحاديث التي تحدثها النبي وأن القرآن قد أمرنا ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تحدث النبي بأحاديث كثيرة بحق أهل بيته وبحق علي عليه السلام وبأهمية هذه الولاية ولكن نجد ممن نبت قلبه وروحه شبت على بغض علي وعلى بغض اهل البيت عليهم السلام، عندما نقلوا الاحاديث التي سمعوها مباشره من النبي صلى الله عليه واله، نقلوا ما يعجبهم ولمصلحتهم، وعندما وصلوا الى الولايه وقضيه علي عليه السلام واهل البيت اما آه لم يذكروا هذه المسألة إما قالوا نسينا ما ذكره النبي إما قالوا وقال النبي كذا وكذا أبدلوها بكلمة كذا وكذا فإذا الاحتمال الثالث عند ذكر علي عليه السلام في القرآن ان يثيروا أعداء, اعداء الله الشبهات حول القران بدعوة تحريفه بالزياده فيه او السعي الى تشكيك الناس بسلامه القران وصحته وهذا بلا شك اشد خطرا واعظم ضررا وبذلك يتضح انه قد كان لا بد من تكريس هذا الامر وتثبيته مع حفظ القران وصيانته فكانت هذه السياسه الالهيه المعجزه التي حفظت القران والامامه وكانت رحمه للعالمين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للثبات على ولايه محمد وال محمد، وعلى البراءه من اعدائهم، وان يحشرنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامه مع محمد وال محمد صلى الله عليه واله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.